وينضم إلينا من عاصمة النيجر نيامي حبيب بولي الأكاديمي والباحث السياسي. سيد حبيب، مرحبا بحضرتك. بداية، ما هو المتوقع من اجتماع رؤساء الأركان لدول غرب أفريقيا إكواس بشأن ما يحدث في النيجر؟ نعم، أولا أشكرك وأشكر جميع المتابعين والمشاهدين. المتوقع هو يعني أن يكون عدم الاتفاق، وعدم أن يكون هناك عدم الاتفاق بينهم حتى هذه المرة. لماذا أقول هذا هو المتوقع؟ لأن يعني كما نعرف هناك ضغوطات شعبية على البلدان التي تتبنى رؤية التدخل العسكري في النيجر، يعني لأن الشعوب الآن لديهم وعي كامل، وكذلك لديهم تخوفات من يعني عواقب وآثار التدخل العسكري في النيجر. يعني هناك تخوف ألا تتحول النيجر إلى أوكرانيا، يكون مكان لنزاع وصراع دولي. هناك مصالح روسية ومصالح فرنسية وكذلك الأمريكية وغيرها، ولذلك ليس من مصلحة النيجر ولا مصلحة المنطقة أن يكون هناك التدخل العسكري من أجل حل. طيب، هذا ما تأمله حضرتك في مسألة التدخل العسكري وتبعاته أيضا، لكن مسألة التدخل العسكري مسألة محتملة في هذه القمة التي تعقد من قبل رؤساء الأركان. ما توقعاتك؟ هل سيلجؤون إلى الحل السلمي والوساطة السلمية أم سيتبنون التدخل العسكري بالفعل؟ نعم، هذا الذي أشير إليه. يعني هناك احتمالان يعني فقط لا ثالث لهما، إما أن يخرجوا في اجتماعهم هذا بأن يتبنوا فكرة حل القضية سلميا، أو أن يتفقوا على التدخل العسكري. ولذلك قلت لك في البداية يعني أنا أتوقع أن لا يتفقوا على حل المشكلة بالتدخل العسكري لما ذكرته سابقا، ولطبيعة المنطقة، لأن التدخل العسكري ليس لصالحهم هم، ولا لصالح دولهم، ولا لصالح شعوبهم، ولا لصالح النيجر. ولذلك إذا استخدموا العقل والمنطق، أنا أتوقع أن يكون هناك عدم الموافقة وعدم اتخاذ القرار بحل المشكلة في النيجر بالتدخل العسكري، لأنه لا فائدة منهم. سيرجعون إلى سيعودون إلى حل القضية دبلوماسيا. ما هي أو شكل أو الآلية التي ستستخدم من قبل هذه الدول لوساطة مثلا أو لعقد بشكل دبلوماسي كما ذكرت حضرتك؟ كيف من الممكن أن يكون شكلها في رأيك؟ نعم، أنا الذي أتوقعه هو أنهم سيستمرون في ضغطهم على الانقلابين أو على قادة الجيش بأن يتراجعوا عن انقلابهم هذا، بأن يعود رئيس السابق محمد بازم. هذا أن إيكواس أو مجموعة الاقتصاد الدول الغربية لا تتساهل في هذا الملف، في هذا الأمر، مع أنه يعني بعيد المنال. يعني من خلال هذا الضغط القوي ممكن أن يصلوا إلى حل آخر، وهو يعني تحديد فترة انتقالية قصيرة، وممكن أن يرفضوا أن يقود هذه المرحلة القادمة العسكر، إنما ممكن أن يتفقوا معهم على أن يكون القائد لهذه المرحلة الانتقالية شخصية معينة من المدنيين ليقود هذه المرحلة القصيرة، المرحلة الانتقالية، لضمان العودة السريعة إلى الدستور وإلى نظام الديمقراطية في أقرب. نعم، سيد حبيب، تعلم أنه هذه المنطقة جرى فيها أوضاع مشابهة في بعض الدول، وهناك من يؤيد أو بعض الأنظمة التي تؤيد هذا المجلس العسكري الانتقالي في غرب أفريقيا. ما رأيك في موقف هذه الدول؟ هل سيكون مؤثر على محاولات إكواس؟ نعم، لا شك في ذلك أن وقوف دولة مالي ودولة بوركينا فاسو وغينيا وبعض الدول التي لم تعلن عن موقفها، ولكن يعني من وراء الكواليس الناس يعرفون مواقفها، يعني هذه الدول انضمامها أو تأييدها للانقلاب
لا شك أن له تأثير كبير على فيما يتعلق بالتدخل العسكري، لأنهم يعرفون جيدا، فرنسا تعرف، لأن فرنسا هي التي تضغط أكثر وهي التي تكاد تخسر إذا لم يعد النظام بازل، وهم يعرفون جيدا أن وقوف مالي وبوركينا فاسو مع الانقلابين يعني وقوف روسيا، يعني بطريقة غير مباشرة. إذا أي تدخل عسكري إذا لم يؤيده مالي وبوركينا فاسو إذا وقع بمعنى سنشهد لا قدر الله أوكرانيا أخرى في هذه المنطقة، وهذا ليس من مصلحة الجميع. شكرا جزيلا لك حبيب بوري الأكاديمي والباحث السياسي من نيامي، شكرا لك.